ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. أحمد، يعني بعد التحية ضعنا في الصورة لديك وهذا الاجتماع السابع للحوار الوطني. نعم محمد وهبة، تحية لكما. بالفعل نحن في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث مقر انعقاد اجتماعات الحوار الوطني. بعد قليل تنتهي مناقشات هذا الاجتماع السابع الذي بدأ بعد ظهر اليوم باجتماع تعارفي ما بين أعضاء المقررين للجان والمقررين المساعدين والذين تم تشكيلهم والتوافق عليهم في الاجتماع السابق أو الاجتماع السادس للحوار الوطني والذي كان يوافق يوم 10 من سبتمبر الحالي. ونحن نتحدث عن 3 محاور، محور سياسي واقتصادي ومجتمعي. كل محور من هذه المحاور تضم عدد من اللجان، فنجد أن المحور السياسي يضم 5 لجان. هذه اللجان تضم مقررين عموميين ومقررين مساعدين، وبالإضافة إلى 8 لجان في المحور الاقتصادي و6 لجان في المحور الاقتصادي. كل هذه المحاور تضم لجان، اللجان تضم أيضا مقررين عموميين ومقررين مساعدين. تم الاجتماع بهم اليوم في لقاء تعرفي، وبعد ذلك تم التوافق على وضع اللائحة الخاصة بعمل ومهام هؤلاء المقررين. كما ذكرت لك محمد، بعد قليل تنتهي فعاليات هذا الاجتماع السابع اللي نتعرف عما أسفر عنه وما انتهى عنه هذا الاجتماع، وعن مهام عمل هؤلاء المقررين سواء المقررين العموميين أو المقررين المساعدين، وكذلك لائحة عمل هذه اللجان الفرعية المنبثقة عن هذه المحاور الثلاثة التي تم التوافق عليه. بشكل إجمالي هناك حالة من التوافق والاتزان تسير بها الاجتماعات هنا في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. بعد قليل ننتظر البيان وما ستسفر عنه هذه الاجتماعات وننقلها لكم لحظة بلحظة. إليك أحمد محمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري من مقر انعقاد الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب، شكرا جزيلا لك.